لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من فضائل مكة المكرمة، اختارها الله عز وجل لبناء بيته ومولد نبيه الخاتم ومبعثه صلى الله عليه وسلم، وجعلها منسكا لعباده يأتون إليها من القرب والبعد، فلا يدخلونها إلا متواضعين متخشعين، متذللين كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. وجعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا يلتقط لقطتها للتمليك بل للتعريف، وجعل قصدها مكفرا لما سلف من الذنوب. وليس على وجه الأرض بقعة ينبغي على كل قادر السعي إليها غير مكة. وشرع الطواف بالبيت الذي فيها دون غيرها، فيها موضعين يشرع تقبيلهما واستلامهما، الحجر الأسود والركن اليماني، وأقسم بها في كتابه العزيز في موضعين منه، وتضاعف أجر الصلاة في المسجد الحرام، وبها قبلة أهل الأرض كلهم، ويحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة، بها مواضع تستجاب فيها الدعوات، وتقال فيها العثرات، وتمحى فيها السيئات، وتكشف فيها الكروبات. ومن خصائصها عدم دخول الكفار إليها وحراستها بالملائكة، فلا يدخلها الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.